أهلا بكم مجددا بداية، وبتكليف من السيد رئيس الجمهورية وبصفته مبعوثا خاصا له، قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أمس بزيارة عمل إلى الجمهورية التركية. وقد استقبل الوزير من قبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، حيث سلمه رسالة خطية من أخيها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وهي الرسالة التي تندرج في إطار التواصل بين قائدي البلدين والتنسيق بينهما للدفع بالعلاقات الجزائرية التركية إلى أسمى المراتب المتاحة. وقد تم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وما تشهده من حركية إيجابية، فضلا عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الساحل الصحراوي. وفي الختام، حمل الرئيس السيد رجب طيب أردوغان الوزير أحمد عطاف نقل تحيته الخالصة لأخيه الرئيس عبد المجيد تبون، معربا عن تطلعه للقاء به في المستقبل القريب ومواصلة جهودهما المشتركة خدمة للعلاقات الثنائية بين البلدين ونصرة لقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وتحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة المقررة في 7 سبتمبر القادم، تنطلق بداية من اليوم عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عبر كامل التراب الوطني. هذا وسيشرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي على الانطلاق الرسمي لهذه العملية من ولاية بومرداس. وتتواصل بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية وسط تدابير تنظيمية محكمة لضمان السير الحسن للعملية، حيث تقدم إلى مقر السلطة اليوم كل من الراغبين في الترشح، وهم شعبان زروق، لطرش سليم، سعيد النغزة، زبيدة عسول، وكذا أحمد شتري، لسحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بصفتهم مترشحين أحرار. وخلال نزوله ضيفا في برنامج لقاء التلفزيون، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي أن ما حققته الهيئة عبر المسارات الانتخابية عزز من مسألة الثقة في إقناع الناخبين، لا سيما فئة الشباب. كيف يعني نقنع الناخبين بصفة عامة والناخبين الشباب بصفة خاصة؟ صحيح. الأمر متعلق بمصداقية المسارات الانتخابية. دونك متعلق بمسألة الثقة. صحيح. الثقة تأتي بناء على المصداقية التي تكتسبها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في إطار تنظيم مختلف المسارات الانتخابية من مختلف الاقتراعات. لحد الآن يعني كل الاقتراعات التي نظمتها السلطة كانت اقتراعات مسبقة. مسبقة يعني ما كان يتطلب يعني السرعة والإجابة والمهنية وغير ذلك، ماهوش أمر سهل. والحمد لله وصلنا 6 انتخابات اللي نظمنا، يعني تجديد كامل المجالس الدستورية في البلاد دون أي نزاع في مصداقية الانتخابات. شرفي أكد أيضا أن المساس بمصداقية مسار الانتخابات يعد مساسا بالأمن الديمقراطي والذي كرسه الدستور الجزائري باعتباره مكسب عظيم للجزائر. مع أن مصداقية المسارات الانتخابية الديمقراطية المساس بها يعتبر في كل الدول المتطورة، منها حتى الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي وأمريكا، كمساس بالأمن القومي لتلك الدول. صحيح. هذا المساس بالمصداقية، رسالة مهمة، المساس بالأمن القومي لتلك الدول. والجزائر ما هيش متعطلة في هذا المجال، ما دام أن في الدستور الجزائري، وأنتم راكم الله يبارك مختصين تقدروا تبحثوا، لكن كاين دساتير كثيرة اللي تكرس مبدأ الأمن الديمقراطي. مبدأ الأمن الديمقراطي مكرس دستوريا، معنتها لا ديمقراطية بدون أمن ولا أمن بدون ديمقراطية. جميل. هذا مكسب عظيم راهو كسبته الجزائر، نحافظوا عليه. ومادام الأمر متعلق
بالأمن القومي، فمن واجب كل الجزائريين أن يحافظوا على المسارات. أول إجراء وأول التزام نكتب روحي في القوائم الانتخابية. صحيح، سنفصل في هذه المرحلة. نصبح ناخب وعندي كلمتي وعندي حقي وعندي واجبي. إلى البقاع المقدسة الآن، حيث تجرى على قدم وساق التحضيرات والاستعدادات بمخيمات عرفات ومنا لاستقبال ضيوف الرحمن خلال أدائهم الركن الخامس من الإسلام، حيث سخرت الجزائر كل الإمكانيات اللازمة لخدمة حجاجنا الميامين. هذه الزيارة الأخيرة تأكدنا من خلالها على جاهزية المخيمات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. عشية غلق المشاعر من طرف السلطات السعودية للاستلام النهائي للمساحات والمخيمات المخصصة لمكتب شؤون حجاج الجزائر البحث الجزائري للحج، وكذلك لوضع اللمسات الأخيرة للسادة رؤساء مكاتب الخدمة الميدانية لكي يقوموا بإلصاق الملصقات الخاصة بتعيين الخيم وترقيمها، الخيم الخاصة بالرجال والخيم الخاصة بالنساء، والتأكد من توفر الفراش المراتب لجميع الحجاج. دوليا الآن، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، يواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه الهمجي لليوم 50 بعد 200 بقطاع غزة بمجازر وحشية في حق المدنيين الأبرياء، حيث ارتقى فجر اليوم 7 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال لمنزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استشهد أيضا 6 شبان فلسطينيون وأصيب شاب آخر برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام بلدة كفردان غرب مدينة جنين. هذا وأكد وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث على ضرورة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة تحت الحماية القانونية، وأن تكون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أساس العمل الإنساني هناك. ثقافيا، انتخبت الجزائر لعضوية اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو في اعتراف بالالتزام التاريخي للجزائر بتعزيز وحماية التراث الثقافي عبر العالم. مراسم الانتخاب حضرها سفير الجزائر بفرنسا سعيد مويسي ورئيس لجنة تصنيف التراث الجزائري في قائمة اليونسكو البروفيسور سليمان حاشية. في الرياضة، لعبت أمس الجولة 29 من بطولة الرابطة الأولى موبيليس لكرة القدم، وقد أسفرت هذه الجولة على النتائج. ونختتم الموجز بتنس الطاولة، حيث التحقت رياضية ليندا الغريبي بركب المتأهلين إلى أولمبياد باريس 2024، فألف مبروك للرياضية ومزيد من التألق في المنافسات المقبلة. وبهذا نأتي إلى ختام الموجز، عودة للزميلة رتيبة وبرنامج هذا الصباح، إلى اللقاء. شكرا لك زميلتي سهيلة على كل هذه التفاصيل الإخبارية.